السؤال الأول، الأصل الأول الذي تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ أولاً سؤال شي قبر كده من تفوز كي جيستا رب سوك ده، تقول ربي الله. طب ويش ربي الله ده؟ الذي رباني أي خلقني ورزقني. أغربت زي فإذا كريم وما للرزق را كري ده. هذه تربية للبدن للظاهر، ده ظاهري بدني تربية ده. ثم تربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بباطني تربية ذا الله رب العالمين رسولان رالي قريدي وهغيبان دي كتابنا نازل قريدي. نعم، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورزق الخلق، لابد أن يعبد. الله رب العالمين مخلوقات فإذا كريدي أو بيأي ورل الرزق وركردين، ولازم خبر ذا شداخي عبادة دي وكريش. ولهذا كان من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر، خالد مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب. تدي وجنا تشاتي مامولي عبادتهم ده اللهنا بغير بلچا ده پارا وكو بلچا ته صرف كو أغا شرك أكبر كي واقيدة وهميشة ده پارا أغا بجهنم كده. هل معنى هذا أن نريد نكفر الناس؟ آية ده معنى ده جمع خلقه تكافره وايو؟ لا، نريد أن نحذر نحن من الشرك ونحذر الناس منه. نا بلکه مونږ لدا پکار دي چې خلق د شرک نه اویرو خلق خبردار کو دغه نه ځان وساتي. الحكم على الاشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين والله اعلم. په خلکو باندې حکم کول چې دا کافر دی او دا فلانه دی دا زمون کار نه دی، بلکه دا د علماء او د کبار علماء او د قاضیانو او د قضاتو کار دی.